عادت العديد من مواقع الانترنت للعمل بشكل طبيعي بعد أن أعلنت شركة فاسلتي لخدمات التخزين السحابي إصلاحا جزئيا للخلل الذي ضرب الشركة لم توضح الشركة طبيعة العطل وما إذا كان تقنيا أو هجوما إلكترونيا خارجي واكتفت بتغريدة قالت فيها إنها حددت المشكلة مع التأكيد على أن شبكتها العالمية بصدد العودة إلى خدمة الانترنت وعادت بالفعل مواقع كبريات الصحف العالمية كنيويورك تايمز، لوموند، فاينانشال تايمز، كورييري ديلي سيرا بالإضافة إلى مواقع أخرى مثل منصة المراسلات ريدت ونظام المدفوعات الإلكتروني باي بال هذا وتعرض موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني للعطل ذاته إذ تعذر الدخول إليه صباح الثلاثاء في وقت تعرضت العديد من منصات وسائل الإعلام العالمية لأعطال كما تعذر الدخول مؤقتا لموقع بي بي سي قبل ان يعود الى الخدمه. ما هي الروايه الحقيقيه وما هو السبب سبب هذا العطل؟ يجيب على السؤال من العاصمه واشنطن مايك سكستون مدير برنامج الامن السبراني في معهد الشرق الاوسط، مرحبا بك مايك، ما الذي جرى؟ ما حدث هو أن هذه الشركة الخاصة واسمها فاسلي، وهي جزء من البنية التحتية للإنترنت، مع عدة دول أخرى منافسة، قامت بعمل تحديث للنظام، مع أشياء أدت إلى حدوث بعض الخلل وجعل من المستحيل الوصول الى هذه المواقع ثم قامت الشركه بتصحيحها خلال 45 دقيقه يعني انت تقصد بان العطل جرى نتيجه او خلال فقط فتره التحديث ام انه نتج عن ذلك التحديث جاء نتيجة للتحديث، أو على الأقل هذا ما تقوله الشركة، الشركة لم تقل أنها وجدت أي دليل يشير إلى اختراق أو أنشطة ما، ولكن هي قالت أنها كانت تعمل على التحديث، مما أدى إلى مشاكل واجهها الكثير من المستخدمين، وقالوا هناك مجموعة صغيرة من الشركات مثل كلاود فلير وأمازون ويب سيرفيسز تقدم هذه الخدمات للكثير من المواقع في العالم ومضامين ذلك هو أن أنه كانت هناك تغيرات لاحظها الناس في أنحاء كثيرة من العالم طيب مايك من يملك هذه الشركة لمن تتبع هذه الشركة وهذه هذه الشركات الكبرى اليوم تعلن عن جدولتها لهذا النوع من التحديثات؟ إذا نتكلم نحن عن تحديث كبير لشركة كبيرة بهذا الحجم، من الضروري أن نعرف بذلك قبل أسابيع أو لربما شهور أن تحديثاً سيكون في هذا التوقيت، هل كان هذا معلن؟ لا كما أفهم المسألة الخدمة التي توفرها فاسلي هذا ليس بشيء مركب في جهاز الحاسوب للشركه التي تقوم بالتشغيل كما ذكرت هناك تعاقد مع هذه الشركه وهذه الشركه تساعد على تقديم وصول سريع للمواقع وللخدمات في أنحاء العالم وتقوم بذلك بطريقة أسرع مما لو كانت الخدمات تقدم من جانب مكان واحد مثل لتقديم هذه الخدمات وجعلها سهلة شركات مثل فاسلي وأمازون ويب سيرفيسز ما سيفعلونه هو وجود سيرفرز في انحاء العالم بحيث لو كنت في الاردن او المغرب بدلا من استعمال سيرفر في بريطانيا تستخدم سيرفر اقرب لك وتتمكن من تحميل الويب سايت او الموقع بصوره اسرع ما حدث هو مشكله في هذه السيرفرز والناس شعرت بها بسرعه والشركه اكتشفت الخطا واستطاعت اصلاحه. طيب من, من الضروري مايك ان اعرف المزيد من التفاصيل، هاتفي هنا بيدي وعندما اقوم انا بفتح لربما متجر التطبيقات لاقوم باي تحديث الان استطيع قراءه ما هو نوع التحديث وماذا تحديدا سيقوم التحديث باصلاحه. هل هذه التفاصيل كانت واضحه لاننا نتحدث عن حدث اثار الكثير من التكهنات وسادخل معك بتفاصيل بعد قليل اليوم لانه هجوم. ردة فعل على هجوم سابق لربما خلال الايام القليلة او الاسابيع القليلة الماضية، القضية فيها تداخل دول وقد تكبر القص القصة إن لم يكن هناك من يقتنع بهذه الإجابة، هل أنت كمايك سكستن خبير بالأمن السبراني مقتنع بإجابة الشركة وهذا هو السبب الحقيقي؟ انا اثق بما فعلوه لانهم استطاعوا اصلاح المشكله بسرعه وتحملوا المسؤوليه التحديث يختلف عما تصفه انت تحديث في متجر التطبيقات لان ما يعمل هو البنيه التحتيه الموجوده في العالم والتحديث جاء لهذه البنيه التحتيه الماديه الملموسه هذه البنية التحتية الملموسة هي التي جعلت الشركة ذات قيمة لأنها سمحت للمواقع أن تظهر نفسها وأن تعبر عن نفسها السر هو البنية التحتية المادية هذا ليس مثل تحديث تطبيق على تليفونك ما ذكرته أنت وما يعنيه هذا بالنسبة للشركات المتعاقدة مع فاسلي هي أنها تعتبر مناسبة بالنسبة للشركة أخطأت مثل فاسلي وهذه تقدم تعويضات للعملاء تقدم أموال مقابل العطل لأنه حسب العقد هذا انقطاع في الخدمة التي اشتروها من فاسلي طيب ولكن من تأثر هو مؤسسات إعلامية بالأغلب هو مؤسسات إعلامية ومؤسسات كبرى اليوم هل آه هذا بالضروره يعني ان هناك رابط اساسي بين هذه المؤسسات وهي لربما احد الزبائن او المستفيدين من خدمه آه هذه الشركه هل هل هذا يعني بالضروره ذلك آه اليوم مايك انا شخصيا لا أعرف ما هو هذا المجال بالنسبة للمنافسين ليست فقط فاسلي وأمازون ويب سايتس وشركات أخرى لا أعرف ما إذا كانت هناك قطاعات معينة مثل شركات في قطاع مبيعات المواد الغذائيه انا شخصيا لا اعرف عن ذلك عن هذا الفضاء بالنسبه لي لن استنبط الكثير بالنسبه لشركات الاعلام هذه ربما هناك شيء ربما هناك شيء يمكن ان نقراه طيب، اذا هذه هذه هذا هذي التص... هذي... هذي يقود للاستفاده من وجود حضرتك معنا بعده اسئله ايضا مرتبطه بالعموم في هذا الاطار ايضا هل ينذرنا الذكاء الاصطناعي اليوم بمشكلات اكبر من الحلول التي يمكن ان يقدمها <applause> هذا سؤال تصعب الاجابه عليه في هذا الوقت القصير الذكاء الصناعي لديه قدرات كبيرة للتأثير على الكثير من العمليات في الاقتصاد والتي يقوم بها البشر ولكن مكننا تسرع العملية ولكن قد يكون هناك بطالة ناجمة عن ذلك وكانت هناك قضايا تتعلق بالتحامل أو الانحياز في موضوع الذكاء الصناعي لأن, لأن الصور تختبر على وجوه الذكور وبالتالي هذا يؤثر على العمليات التي تدخل بها صور أناس النساء أو صور من مجموعات عرقية أخرى يبدو ان الذكاء الاصطناعي سوف يزداد اهميه في العالم طيب بشكل سريع اذا تكرمت هنا لماذا لا نسمع عن قراصنه امريكيين لماذا لا نسمع عن قراصنه اوروبيين لربما السمعة هي فقط عن قراصنه روس الان واصابع الاتهام تتجه هناك مباشره لاي حدث مماثل هل هناك نوع جيد من القراصنة ونوع سيء من القراصنة مايك؟ الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه قسم خاص بجرائم الجرائم السيبرانية وتقوم بملاحقة القراصنة الامريكيين اذا وجدناهم ولكن نحن نجد ان الكثير من القراصنه ياتون من شرق اوروبا وروسيا، وهذا يعود الى ان الحكومه الروسيه لديها تفاهم ضمني مع القراصنه في الدول المختلفه، طالما انهم لا يقومون بالقرصنه داخل روسيا فالحكومه الروسيه لن تقمعهم. وهناك او كانت هناك حالات الحكومه الروسيه ضغطت على هذه المجموعات الاجراميه للقيام بقرصنه تعود بالفائده على الحكومه الروسيه، هذه لا تقوم بها الحكومه الروسيه ولكن عناصر اجراميه تقوم بها. اشكرك مايك ساكستون من العاصمه واشنطن مدير برنامج الامن السبراني في معهد الشرق الاوسط.